بالنسبة للموضوعات الخاصة بالاقتصاد الزراعي، احنا أول موضوع بنتكلم على أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي من حيث مساهمته في خلق فرص عمل أو في الناتج المحلي الإجمالي أو في حجم الصادرات، وخصائص هذا القطاع على اعتبار إن في علاقات متشابكة ما بين كل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات. الجزء الثاني بنتكلم فيه على أثر مرونة الطلب على السلع الزراعية على دخل المزارع، وبالتالي بيختلف هذا الدخل إذا كان الطلب مرن أو الطلب غير مرن على السلع الزراعية داخل السوق. الجزء الثالث بنتكلم على أثر تغير مساحة الأرض الزراعية على الإنتاج والأسعار، فمن الممكن أن يكون هناك عرض عديم مرونة للأراضي الزراعية، وبالتالي فكل زيادة في الطلب على الإنتاج الزراعي هتؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع الزراعية داخل السوق. الجزء الرابع بنتكلم على مشكلة مهمة جدا، وهي مشكلة التصحر من حيث المفهوم والأسباب وكيفية المواجهة. الجزء الخامس مشكلة الحياة، المشكلة الملحة في مصر الآن، وهي كيفية إدارة مشكلة المياه في مصر، من حيث هل هي إدارة بيئية ولا إدارة سياسية ولا إدارة جغرافية. آخر حاجة بنتكلم على أهم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تحليل تجارة السلع الزراعية داخل الأسواق.